العالم في قبضة وسائل التواصل الاجتماعي، هذا ما كشف عنه العطل الذي تعرضت له أبرز هذه المنصات مؤخرا، وكان ما حدث كفيلا بالتسبب في حالة إرباك عالمي لم تمر بسهولة. فمليارات من البشر شعروا بنقص أحد أهم احتياجاتهم اليومية وبعزلة عن العالم، مما دفعهم للبحث عن البديل في منصات لم تكن جذابة لهم في وقت قريب، ما يؤكد على عدم قدرة العالم على العيش من دونها ولو لساعات معدودة. ولطالما استطاعت الوسائل والمواقع والتطبيقات الاجتماعية تشييد نافذة للتواصل بين الأفراد لا غنى عنها، وباتت تشكل أهم أدوات التأثير في صناعة الرأي العام، وقادت لتغيير كبير في ساحات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية، وأثبتت جدارتها وأهميتها في عز الأزمات خلال قيود كورونا التي أدخلت العالم في عزلة غير مسبوقة، فكانت السبيل الأبرز للتواصل وسهلت حياة الناس. مواكبتها لمتطلبات التطور التكنولوجي والعولمة وإضافتها للعديد من الفائدة العلمية والاقتصادية على جيل كامل ضعف أعداد مستخدميها 4 مرات لتقفز من 970 مليون عام 2010 إلى 4 مليارات و400 مليون مستخدم حتى يوليو 2021، وأصبح نصف سكان الكرة الأرضية أسرى لهواتفهم بسبب حالة الإدمان التي خلفتها هذه التطبيقات لدى الكبار والصغار، إذ يتراوح متوسط الاستخدام اليومي لوسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم 145 دقيقة يوميا وفقا لبيانات ستاتيستكس. وإن تساءلنا عن سبب إقبال الناس والإدمان على هذه الوسائل، يرى البعض أنها سبب للبقاء على التواصل مع الأصدقاء والعائلة، كما تعد منصات هامة لمتابعة الأخبار وتطورات الأحداث، ومنصات لتوفير المحتوى الترفيهي، كما أنها معرض للتسوق. لكن المخاوف بشأن خصوصية البيانات وسريتها أوقع العديد من هذه المواقع في دائرة التشكيك، ودفع العديد من الدول للمطالبة بالمزيد من السيطرة عليها وتنظيمها لحماية بيانات العملاء.